هناك جاسوس لقبيلة الكاي في القلعة. أولا قافلة الذخائر، ثم جاءوا وقتلوا الجنود الذين داهمت سوغوت معهم في مكاننا. عثمان لم يكن موجودا عندها. برأيك من وظف أرطغرل للقيام بهذا؟ هل هو بولدروس؟ أم أخاه دوندار؟ من؟ كلاهما لا يفعلان هذا. سافجي. سافجي؟ لما تضحك؟ ابنان مرشحان للجلوس مكان أرطغرل، وكلاهما قويان. لا توجد فرصة لعثمان أمامه، فهو أقرب للمقعد في نظر أرطغرل. أنت تتوهم يا فلاتيوس، فعثمان لديه ما يميزه عن أخيه. ما هو؟ سوف تعلم عندما نعثر على الجاسوس. فلاتيوس، المدنيون والجنود وكل ما في القلعة، أريد معلومات مفصلة عن الجميع. أعرف شيئا واحدا عن الجاسوس، وهو أنه موجود في هذه القلعة قبل أبناء أرطغرل بكثير. أحب الأخبار الجيدة يا فلاتيوس، هيا أخبرني بسرعة. كما فكرنا تماما، وقع جوكتوغ في فخنا. كان يجب عليك أن ترى عجز جوكتوغ ودوندار. عندما يعلم أرطغرل بهذا الأمر ستتوتر العلاقة بينه وبين عثمان. بكل تأكيد. ما هو وضع الجندي المصاب؟ هل أحضرته في القلعة؟ لم يعد مصابا. ماذا تقصد؟ جعلت اللعبة مقنعة أكثر. ما الذي فعلته؟ قتلته. أحسنت فعلا، جعلته يفقد صوابه. تستحق هذا. رغم ألمي فأنا مسرور لتنفيذ أوامرك. أحسنت. أيها الجندي، أثيروا جلبة في الأرجاء، اطلبوا العدالة لموت جندينا واجمع الذهب، سيجدون جثته في الخان. حسناً، والآن قم بإرسال الجواسيس إلى سوغوت وما حولها يا فلاتيوس. سيرغب عثمان بإنقاذ جنديه بالتأكيد، ولكن انتبه وحاول أن لا تواجهه، وإن اضطر الأمر انصب له فخاً. ولكن إياك
تقابلنا مجددا عثمان. هذا يسعدك بالتأكيد. ألم تدرك أن وقت المساومة انتهى يا عثمان؟ المساومة سنة. علمت أنك لن تمر بالسيف. جميل. إذن أنت عثمان، راعي الأغنام. إذن أنت الكبش الذي سيتم راعي. عندما يكون الإنسان راعيا يظن أن كل ما يراه أمام عينيه كبشا. عندما تعتاد أن ترعى تظن أن الجميع رعاة. ألم تكفكم الخيام التي صنعتموها ونصبتموها في أرضي المقدسة؟ لم تكفكم فحاولتم أخذ القلعة وتشويه حضارتها بتخلفكم؟ لقد أخذناها بإذن الله، لكنك لم تستمتع بها يا عثمان. نحن نطلب الجهاد. ما هذا؟ هل من أجل إنقاذ خيانكم؟ من أجل استعادة أسرانا. وهل سوف تقايض أسراك بالذهب الذي سرقته منا؟ أخذت هذه القلعة بسيفي، لم أسرق مثلك. أرني، ليس أنت أحد جنودي. أحب الاحتياط. لا، لم أتوهم، إنه فعلا ذهب روما. هذا الذهب يسري في كل أنحاء العالم، وحتى البربريون أمثالكم يستخدمون هذا الذهب. لا،
أريد هذا الذهب يا عثمان، ولهذا لا توجد مقايضة. سأنهي أمرك وأمر جنودك، ومن ثم سأقوم بالقضاء على جميع الأتراك الباقين وأنهيهم. حسنا، عثمان بن الغازي أرطغرل. لا يضع سيفه أمانة، ولا حتى عند إخوته. أولاك لما يتم أطفالنا حفظك الله. بل يا سيدي شكرا. حفظك الله. آتيوس. كلهم مدينون لك. شكرا يا سيدي. نحن مدينون لك يا سيد عثمان. شكرا يا سيدي. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك يا سيدي. حفظك الله يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. شكرا يا سيدي. حماك الله. حماك الله. أيها الجنود. أيها الجنود. يا إلهي، ماذا يحدث؟ لقد غدروا بالسيد. اسمعوني، إن قمتم بحركة أخرى سوف أقتل فلاتيوس هنا. ماذا سنفعل؟ أي يفتح الباب؟ فك قيدي. بسرعة بسرعة. تعالي بسرعة. اركضوا. فك قيدي يا أخي. افتحوا الباب. أجرنا يا الله. ليكتب الله بعوننا. احفظنا يا رب. سيد عثمان، أوفي بوعدك لي. بسرعة، هيا. اترك فلاتيوس. سأتركه عندما أنتهي. انظر إلى هذا الراعي. يريد أن يضمن عمله. افتحوا الأبواب. يا رامي السهام. إن لم يتركوا فلاتيوس ارموا عليهم جميعا. أيها الجنود، هيا هيا أيها الإخوة، هيا. أغلقوا الباب. أوفي بوعدك لي. اترك فلاتيوس. أغلقوها. جاء فلاتيوس، افتحوا الأبواب.
هل ذهبوا؟ إن الروماني عندما يكون في وضع كهذا يفعل شيئا واحدا يا نيكولا، هل ستقوم بالانتحار؟ كيف تريد أن تموت يا فلاتيوس؟ بسيفك يا نيكولا. فلاتيوس الابن النبيل لروما، أنت مستعد للموت كثمن للخطأ الذي ارتكبته؟ مستعد. إذن في حرب روما العظمى مع الأتراك، أمستعد لخسارة أملك ولتركي وحيدا في هذه القضية يا فلاتيوس؟ هل أنت مستعد لمحو مستقبل روما من أجل كبريائك؟ الرومانيون يفعلون هذا، كانوا يفعلون هذا لأن روما كانت قوية، لأنهم حتى وإن ماتوا فهم يعلمون بأن روما سوف تبقى صامدة. الرومانيون صمدوا بفضل هذا الكبرياء فقط. إن فكرت بعقلك فستصبح أقوى، وإن امتلكت القوة ستفتخر بنفسك. روما ستصبح أقوى يا فلاتيوس، روما ستصبح أقوى، ونحن في ذلك الوقت سيكون لدينا الحق لنشعر بالفخر. لا أستطيع العيش هكذا. سوف تعيش. كما وقفت أمام إهانات جيغاتو ستقف الآن وسوف تصمد وتتحمل هذا. فلاتيوس اقتلني. هل تريد الموت؟ اقتلني. أخبرني ما سيقتل قتلة والدك، من سيقتلهم؟ ما سيأخذ انتقام والدك؟ قتلة والدك أحياء وأنت تريد الانتحار؟ كونغار أخي، لقد عدت، عرفت ذلك. لست كونغار بل جوكتوك، ولست أخاك بل إنني قاتلك. أي أنك لم تأت
أنت من أجلي؟ أنا لن أقتل، بل أنت يا كونغار، لقد حانت ساعتك، حانت الآن. انظروا من يوجد هنا. ماذا تفعل يا فلاتيوس؟ جوكتوغ هنا ايضا، لدينا حساب معك. ذلك الحساب لن يبقى طويلا، لا تقلق. نتمنى لك سيادة مباركة يا يولاك، ولكن اخبرنا قبل ان تذهب الى قسطموني، ألن تفعل شيئا من أجل كولوجا حصار؟ عديم الأصل نيكولا سيترك دون عقاب؟ لنقل إن عثمان متسرع ولا يتخذ الحيطة، أخبرنا ما هي احتياطاتكم أنتم، ومتى تريدون استعادة القلعة؟ سوف ننتظر، لن يتم فعل أي شيء دون إذن جيخاتو. بالتأكيد سنستعيد كولوجا حصار، لن نتركها بيدهم. يولاك أرسلان لديه أهداف كبيرة، سنستعيدها بالتأكيد إن لم تخالفوا أنتم كلامي، وإن دعمتموني مع محاربيكم حينما أقول إنه حان وقت القتال، سوف أخذ بورصة وإزنيك أيضا. سنأخذها إن شاء الله، وهذه الأيام سوف تمر وتمضي. طالما أننا نتحرك بحذر سننجح بأخذ بورصة وإزنيك. إن شاء الله. سيد بامسي، لدينا أمر بعدم إدخال السيد عثمان. إن قلت سأدخل فسأدخل. لا تقلق من عثمان بعد الآن. افتحوا الباب، لا تدعوني أقتلكم بلا داع. نسيتم عثمان بن أرطغرل؟ ونسيتم السيدة بامسي قائد الغزاة أيضا؟ عثمان، لقد تجاوزت حدك مجددا، لقد خالفت الأعراف مجددا. الأعراف؟ العدو لكسر الأتراك ببعضهم يرسل فرسان الكومان ضدنا، وأنتم جالسون هنا تأكلون وتستمتعون، هذا هو العرف؟ من أين عرفت بهذا الأمر؟ من أين عرفت؟ وصلني الخبر وتأكدت منه. سنخترقهم ونمر قبل أن يقتلونا. هاجموا. ها.
هيا هيا. توقفوا. نحن أمسكنا بفريستنا، سنهتم بأمرهم لاحقا. Oh.